السلام على سيدنا رسول الله وعلى سيدنا اجمعين. اليوم نودع عالما جليلا من علماء هذه الامه الاستاذ عبد السلام ياسين، الذي جدد لهذه الامه دينها، والذي ربى اجيال رجالا ونساء. هذا الرجل الذي احيا هذه الامه من سبات، هذا الرجل الذي نودعه ونحن قلوبنا مملأة بالحزن والأسى، لكن ما يخفف عنا هذا الحزن هو أننا نرى آثاره، نرى إنجازاته، نرى ما تركه هذا الرجل من خير عميم لهذه الأمة. فقد ربى وقد بنى وقد شيد ما أحيا به الأمة وما هيأ به لموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة على منهاج النبوة. لقد جمع لهذه الأمة بين الإحسان الذي كان مغيب وبين العدل الذي كان ضائع، وجمع لهذه الأمة بين التعلق بحب الله سبحانه وتعالى والتدافع بالمناكب طلبا للحق وطلبا للعدل. هذا الرجل الذي ربى الأجيال على نبذ العنف، لكن بالمقابل رباهم على عدم الخضوع والركوع إلا لله سبحانه وتعالى، رباهم على العزة، على الكرامة، على الرجولة بكل معانيها. لقد ذهب وترك رجالا ونساء وجماعة مباركة إن شاء الله عز وجل ستسير على مساره وعلى ما سطره وما كتبه إن شاء الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به مؤمنين محسنين غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يرى منا إن شاء الله عز وجل ما تكلأ به عينه في الدار الآخرة إن شاء الله عز وجل.